السلام عليكم. دونك غادي نزيدوا هذا التمرين. كيف ما لاحظتوا في الحصص السابقه كنا خدمنا تقريبا نفس التمرين اللي عندنا هنايا، غير هو السحب كان عندنا في الاول في ان واحد وشفنا كيفاش كنخدموه. ملي تكون عندنا السحب بتتابع وبدون احلال، لاحظنا كيفاش كنا حتى هو درنا يعني الترتيب تيكون لنا مهم وخصنا ما ننساوش ذاك العدد ديال الترتيب. هنا دابا في التمرين عندنا السحب بتتابع وباحلال. هنا غادي تردوا معايا البال مزيان في هذا الشيء اللي غادي نخدم، ملي تيكون عندنا السحب بتتابع وباحلال. هنا عاوتاني غادي نديروا الصندوق كيف ما العاده. دونك كانوا عندنا اربعه ديال الكرات حمراء واربعه ديال الكرات خضراء وجوج ديال الكرات زرقاء. هنا عندنا السحب يتم بتتابع، يعني الترتيب مهم، وباحلال، يعني الكره نقدروا نردوها للصندوق لشحال؟ لثلاث كرات. فوالا، دونك هنا السؤال الاول قلنا احسب عدد امكانيات هذا السحب. هنا قلنا ملي تكون عندنا السحب يتم بتتابع وباحلال كنخدموا بان اس بي. دونك كي غادي نديرو نجاوبو على هذا السؤال؟ هنا بما ان عدد امكانيات هذا السحب هو نسميه الكاردينال ديال اوميغا اللي هو كون ديال جميع الامكانيات. قلنا شنو تنديرو؟ تنشوفو شحال من كره، كنديرو ان اس بي بحيث ان هو العدد الكلي ديال الكرات. شحال عندنا من عدد ديال الكرات؟ عندنا 10. اس العدد ديال الكرات المسحوبه، شحال تنسحبوا من كره؟ تنسحبوا 3 ديال الكرات، دونك هي 10 اس 3 اللي هي 1000 امكانيه. دابا غادي نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني قلنا احسب عدد امكانيات الحصول على كرات لها نفس اللون. عدد امكانيات الحصول على كرات لها نفس اللون قلنا يا اما بثلاثه بهم غادي يكونوا حمر، اولا بثلاثه بهم غادي يكونوا خضر، اولا بثلاثه بهم غادي يكونوا بويض. غادي تقول لي استاذ روال كان حنا راه عندنا جوج كرات، نقول لك اي بامكاننا يكونوا عندنا ثلاثه ديال الكرات بويض. علاش؟ حيت دابا في السحب اللي تيكون عندنا في ان واحد كنسحبوا الكرات بثلاثه، ما يمكنش لينا يكون عندي ثلاثه ديال الكرات زرقاء. الا كان عندنا السحب بتتابع ولكن ما تردش الكره للصندوق حتى هو ما يمكنش لي نسحب ثلاثه. علاش؟ لان تنشوف الاولى كنحطها ابار، كنقلب عاوتاني في الصندوق تنجبد الثانيه تقدر تكون زرقاء، ولكن من غادي نرجع للصندوق ما نلقى حتى شي كره زرقاء بقات لينا. داكشي علاش ما كناش درنا في ان واحد وبتتابع وبدون احلال، ولكن دابا بتتابع وباحلال، يعني الكره كنقدر نردها للصندوق، يعني نقدر نجبد كره نلقاها زرقاء صافي وغادي نردها للصندوق ونعاود نخلط، تقدر تطلع لي عاوتاني كره زرقاء، نردها للصندوق عاوتاني نخلط تقدر تطلع لي وحده اخرى زرقاء. علاش؟ لان كنرد الكره للصندوق. يعني ملي تيكون عندنا السحب باحلال، يعني واخا تكون بعض المرات تقدر تكون عندها كره وحده اللي زرقاء ونقدر ندير ثلاثه. ردوا البال مع هذه القضيه. فوالا، دونك غادي نجاوبوا عاوتاني على الكاردينال ديال ا. هنا غوج، دونك عندنا شحال من وحده غوج؟ عندنا اربعه. وشحال من وحده كان عندي هنايا؟ عندنا ثلاثه، دونك هي اربعه اس ثلاثه. الا جيتي تشوف راه بحال كما كنا كنديروا قبيله في لارونجمون ديال ثلاثه من اربعه، تيكون لي الفرق بيناتهم غير ا. تنديروا لارونجمون ديال ثلاثه من اربعه، هنا عندنا اربعه اس ثلاثه، او قلنا هي زائد. هنا عاوتاني اربعه في التوتال، شحال من وحده سحبنا منهم؟ ثلاثه. او شحال عندنا في التوتال؟ عندنا جوج، شحال من وحده سحبنا منهم؟ ثلاثه، هي جوج اس ثلاثه. فوالا، دونك هنا ما غاديش ندير الترتيب. علاش؟ لان قلنا الكرات عندي من نفس النوع، يعني تا كون بغيت ندير العدد ديال الترتيب غادي ندير عاملي ثلاثه. قبيله في ا كنت كنقول لكم تناخذوا داكشي اللي الفوق، هنايا تناخذوا هادشي اللي عندي هنايا في الاس، يعني ندير عاملي ثلاثه على عاملي ثلاثه. هنا عاوتاني عاملي ثلاثه على عاملي ثلاثه، عاملي ثلاثه على عاملي ثلاثه ما غاديش تاثر ليها، تعطينا هي واحد. دونك هادشي غادي نحسبوه هنايا، 4 اس 3 هي 4 في 4 في 4، دونك هي 64 زائد 64 زائد 8 اللي كتساوي لنا 136 امكانيه. دابا نمشيو للسؤال الثالث. السؤال الثالث شنو هو؟ هو ان الكرات
مختلفة اللون مثنى مثنى يعني حتى وحده ما كتشبه الاخرى. هنا كما قلنا ما غاديش ندير عاوتاني الامكانيات كاملين، يكفي اننا ناخذ امكانيه وحده، يعني وحده غادي تكون لينا غوج، وحده غادي تكون لينا خضراء، وحده غادي تكون لنا زرقاء، نسميو الحدث بي مثلا. هنا غادي نديرو الكاردينال ديال بي، شنو غادي يكون تساوي لينا؟ هنا عندنا الحمراء شحال من وحده عندنا حمراء؟ عندنا 4 في التوتال، شحال من وحده سحبنا منهم؟ وحده. خضراء عاوتاني عندنا 4، شحال من وحده سحبنا منهم؟ وحده. زرقاء عندنا 2، شحال من وحده سحبنا منهم؟ وحده. العدد ديال الترتيب علاش؟ حيت هنا عندنا الكرات مختلفين، دونك هنا العدد ديال الترتيب قلنا شحال من كره تنسحبوا؟ تنسحبوا 3 الكرات، دونك هنا تكون عندنا عاملي 3، من بعد واحد عاملي واحد عاملي واحد عاملي. دونك الا حسبنا هذا الشيء شنو تعطينا؟ تعطينا هي 4 مضروبه في 4 اللي هي 16، مضروبه في 2 اللي هي 32، مضروبه في 6 اللي هي 192. فوالا، دونك هذا هو عدد امكانيات ديال هاد السحب. دابا نمشيو للسؤال الرابع. السؤال الرابع كيف ما كتلاحظوا هنا قلنا الحصول على كره زرقاء على الاكثر، يعني الا كثرنا تكون عندنا وحده زرقاء على الاكثر كره زرقاء. دونك اما تكون عندنا وحده زرقاء والجوج الاخرين ماشي زرق، اولا حتى وحده فيهم ما غادي تكون لينا زرقاء. هنا بطبيعة الحال ما درتش كاع الامكانيات، علاش؟ لاني في الاخر كنضرب في داك العدد ديال الترتيب وكنتهنى. الكاردينال ديال السي شنو غيكون لنا؟ شحال من وحده عندنا زرقاء؟ عندنا 2، وشحال من وحده سحبنا منهم؟ غير وحده. شحال من وحده ماشي زرقاء؟ الا حيدنا الزرق غادي يبقاو لنا غير الخضر والحمر، يعني عندنا 8، وشحال من وحده سحبنا منهم؟ 2. هنا نضربوا في العدد ديال الترتيب، زائد هنا عاوتاني شحال من وحده ماشي زرقاء؟ عندنا 8 اس شحال؟ اس 3. فوالا، دونك هنا العدد ديال الترتيب قلنا تنسحبوا 3 الكرات، دونك عندنا عاملي 3. شحال من وحده بيضاء؟ عندنا 1. شحال من وحده ماشي بيضاء؟ 2. وكنحسبوا هذا الشيء، دونك هذه هي 2 مضروبه في 64 مضروبه في 3، زائد فوالا زائد 512. دونك غادي نحسبوا هذا الشيء نشوف شنو غادي يعطينا. جوج مضروبه في 64 مضروبه في 3 هي 384، زائد 512 هي 896 امكانيه. دونك عدد الامكانيات غادي يكون لنا في هذه الحاله هو 896 امكانيه. بقى لنا السؤال الاخير. السؤال الاخير شنو هو؟ قالنا احسب عدد امكانيات الحصول على الاقل على كره خضراء. على الاقل على كره خضراء يعني الا قللنا تكون عندنا وحده خضراء، وكما قلنا هنا عندنا جوج ديال الطرق، سواء غادي نخدموها بالحدث دي مباشره، سواء غادي نخدموا بالديبار. بطبيعه الحال كيف ما اعتدنا عليه اننا غادي نخدموهم بطريقات بجوج بهم. فوالا، دونك في الحدث دي قلنا الا قللنا تكون عندنا وحده خضراء، دونك يا اما وحده خضراء وجوج ماشي خضر، اولا جوج خضر ووحده ماشي خضراء، اولا بثلاثه بهم غادي يكونوا لنا خضراء. الكرات غادي يكونوا بثلاثه بهم خضر. فوالا، دونك الكاردينال ديال دي غيكون تيساوي لنا شحال؟ غيكون تيساوي لنا شحال عندنا من وحده خضراء؟ عندنا 4، دونك هي 4 اس 1. شحال من وحده ماشي خضراء؟ يا اما تكون حمراء يا اما تكون بيضاء، دونك 6 اس 2 مضروبه في العدد ديال الترتيبات، مهم بزاف ما خصناش ننساوه. زائد هنا عاوتاني يا اما تكون عندنا 4 اللي خضر سحبنا منهم 2، دونك هي 4 اس 2، اولا 6 ماشي خضر غنسحبوا منهم 1 اللي هي 6 اس 1 في العدد ديال الترتيب كذلك ما ننساش. زائد شحال من وحده خضراء؟ عندنا 4 كنسحبوا منهم 3، دونك هي 4 اس 3. نحسبوا هادشي قبل ما نحسبوا هنايا، من خصنا نعمروا هادو. دونك هنا تكون عندنا عاملي 3 حيت كنسحبوا 3، هنا عندنا 1 و 2 دونك غندير عاملي 1 وعاملي 2، هنا عندنا 2 و 1 غندير عاملي 2 مضروبه في عاملي 1، دونك هي 4 مضروبه في 36
مضروبه في 3 زائد 16 مضروبه في 6 مضروبه في 3 زائد 64. فوالا دونك غادي نحسبوا هذا الشيء بالكالكيلاتريس ونعطيكم النتيجه. 4 مضروبه في 36 مضروبه في 3 هي 432. 432 16 مضروبه في 3 مضروبه في 6 هي 288 زائد 432 زائد 64 كره اللي هي 784. دونك هنا في التوتال غادي تكون عندنا عدد الامكانيات هو 784 امكانيه. دابا غادي نجاوبوا عليه بالطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه قلنا نستعملوا الحدث المضاد للحدث الدي. الحدث المضاد للحدث الدي هو عدم الحصول على اي كره خضراء. دونك هنا غادي نديروا طريقه جوج. يعني الديبار، يعني حتى كره ما تكون خضراء. ونحسبوا الكاردينال ديال الديبار، حتى وحده ما غادي تكون خضراء. دونك شحال عندنا حنايا؟ قلنا من كره ماشي خضراء عندنا 6 و 3 ماشي خضر، دونك هي 6 اس 3. 6 اس 3 الا جينا نحسبوها بكالكيلاتريس غادي تعطينا هي 216. فوالا دونك دابا حنا ما تنقلبوش على الكاردينال ديال الديبار، حنا بالنسبه لينا الكاردينال ديال الدي اللي مهمه. دونك الكاردينال ديال الدي شنو غادي يكون تساوي؟ هو الكاردينال ديال اوميغا ناقص الكاردينال ديال الديبار. دونك الكاردينال ديال الدي غيكون تساوي لنا الكاردينال ديال اوميغا ناقص الكاردينال ديال الديبار. الكاردينال ديال اوميغا هو باقي قدامنا كتساوي 1000. فوالا دونك غادي نمسح هذا الشيء باش ما يبرزناش. فوالا دونك قلنا هذه كتساوي لنا 1000 ناقص الكاردينال ديال الديبار شحال لقينا؟ هي 216. دونك 1000 ناقص 216 84 7 هي 784 امكانيه. وهذا الشيء نيت هو اللي عطانا باستعمال طريقه واحد. فوالا دونك هادشي اللي عندنا في هاد ليكزارسيس. كيف ما لاحظتوا خصنا نردوا البال دائما مع الطريقه ديال السحب شنو تتكون عندنا. بعض المرات كنلقاو الكرات مرقمه، يعني دابا هنا في هاد التمارين اللي خدمنا تتكون عندنا غير الكرات ملونه. بعض المرات تتكون الكرات مرقمه حتى هي بنفس الطريقه تقريبا تنخدموها، وبعض المرات تتكون الكرات مرقمه وفي نفس الوقت ملونه. يعني الا كانوا طالبين منا من التمرين اننا تكون نشوفوا الكولور، دونك خصنا نتكونسونطراو غير مع لي كولور. الا كانوا طالبين انه نتكونسونطراو مع لي نيميرو مع الارقام، زعما خصنا نتكونسونطراو غير مع الارقام. فوالا دونك غادي نختتموا هذه الحصه. نتمنى هذا الشيء يكون واضح وباين. دونك الى الحصه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم. فوالا دونك قبل ما نمشي وغادي نزيدكم غير واحد السؤال. بعض المرات حتى هو كتلقاوه كاين في بعض الكتب. هنا شنو تيقول لك؟ تيقول لك احسب عدد امكانيات، نكتبوه بالاسود باش يكون واضح. احسب عدد امكانيات الحصول على كرة حمراء واحدة فقط. واضح. دونك كيفاش غادي نجاوبوا على هذا السؤال؟ احسب امكانيات الحصول على كره حمراء واحده فقط. نسميو مثلا هذا الحدث اه. هنا الحصول على كرات على كره حمراء واحده فقط، يعني وحده خاصها تكون لينا غوج. ولكن قالنا واحده فقط، يعني الاخرين ما خصهمش يكونوا غوج، يكونوا زرق او يكونوا خضر ما سوقناش، المهم ما تكونش غير غوج وصافي. دونك هنا غادي نديرو اغبار اغبار. فوالا هنا بطبيعه الحال الترتيب حتى الاخير، وكما جرى العاده واننا غادي نضربو في العدد ديال الترتيب، يعني بلا ما نمشيو نديرو كاع الامكانيات ديال انها تكون لينا اغبار اغ اغبار او لا اغبار اغبار اغ في الاخير. دونك هنا غادي نجيو دابا نحسبو الكاردينال ديال او. الكاردينال ديال او شنو غادي نديرو؟
هنا عندنا الصح بنفترضوا انه باقي عندنا نيت بتتابع و وباحلال دونك شحال عندنا من كره حمراء في التوتال عندنا 4 شحال كنسحبوا منهم غير وحده دونك هنا تكون عندنا 4 اس 1 مضروبه شحال من وحده ماشي حمراء دونك باش ما تكونش حمراء يا اما تكون زرقاء يا اما تكون بيضاء دونك عندنا 6 ديال الامكانيات شحال حنا غادي ناخذوا منهم هنايا 2 دونك هي 6 اس 2 مضروبه في العدد ديال الترتيب حتى هو ما قلنا ما خصناش نساو العدد ديال الترتيب 3 ديال الكرات دونك عاملي 3 عندنا وحده حمراء عاملي 1 2 ماشي حمر عاملي 2 وغادي نشوفوا هادشي شحال يعطينا دونك هي 4 مضروبه في 36 مضروبه هذه حتى هي غادي تعطينا هي 3 دونك في التوتال غادي تكون عندنا 3 في 36 هي 108 108 الا ضربناها في 4 هي 432 امكانيه فوالا دونك هذا هو الجواب ديال هذا السؤال بطبيعه الحال كون كان عندنا السحب يتم بتتابع وبدون احلال كنا غادي نخدموا بلارونجمون والترتيب يعني كانت تولي عندنا هنايا لارونجمون ديال 1 من 4 لارونجمون ديال 2 من 6 كون كان عندنا السحب يتم في ان واحد كنا غادي نخدموا بالكومبينيزون يعني بالسي هي السي ديال 1 من 4 السي ديال 2 من 6 والترتيب ما كناش غادي نديروه علاش لان الترتيب تيكون لينا غير مهم ملي تكون عندنا السحب يتم في ان واحد فوالا دونك هذا السؤال هذا حتى هو بعض المرات كتلقاوه في بعض الكتب يعني اما تلقاو على الاقل ولا تلقاو على الاكثر ولا كرات لها نفس اللون او لا كرات مختلفه اللون مثنى او لا بعض المرات تلقاو مثلا كره حمراء او لا جوج حمر يعني تنديروا حنا كره حمراء وجوج اخرين ماشي حمر هادشي اللي كاين فوالا دونك كما قلت لكم بالنسبه للتمرين تقدوا بعض المرات بعض التمارين تلقاو ان الكره تكونوا مرقمه وفي هذه الحاله خصنا نتكونسونطراو مع الاعداد يعني مثلا عدد فردي عدد زوجي ولا المجموع ديال الكرات تساوي 3 يعني تنكونسونطراو على حسب دوك الامكانيات وتنكونسونطراو على الارقام بعض المرات تيكون عندي على فوا الكره في نفس الوقت بغيت نقول الكرات مرقمه والكرات فيها الالوان حتى هي هادشي مازال ان شاء الله غادي نشوفوه في التمارين القادمه المهم هادشي نبغيكم ان شاء الله انكم تكونوا ضبطتوه مزيان وتردوا البال دائما اول حاجه كنقلب عليها في التمرين هي الطريقه ديال السحب واش في ان واحد ولا بتتابع باحلال ولا بتتابع بدون احلال باش تنعرف راسي واش الترتيب يكون عندي مهم او لا غير مهم واش غادي نخدم بالتاليفه يعني بالكومبينيزون او لا غادي نخدم بلارونجمون يعني ا او لا نخدم بحال هكا بالاس يعني ان اس بي الا كان عندنا السحب باحلال فوالا دونك نتمنى لكم ان شاء الله النجاح في حياتكم وهذا الشيء تكونوا تا هو ضابطينه والله يعاونكم سلامه